السلام عليكم وأهلا بكم إلى قصة جديدة من برنامج قصة وعبرة، وقصتنا لهذا اليوم تحت عنوان قصة السر الخفي. مشاهدينا الكرام، كان الميرزا القمي والسيد بحر العلوم قدس الله سرهما زميلين بحثا ودرسا عند الشيخ محمد باقر البهبهاني قدس سره. وكان الميرزا القمي وحسب نقله متفوقا في تلك الفترة على بحر العلوم. وبعد عدة سنوات طرقت مسامع القمي علمية بحر العلوم وصيته ومنزلته، فتعجب القمي مما سمع. وعندما سافر إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة، زار العلامة بحر العلوم في حلقة درسه في النجف الأشرف، وهو يتناول إحدى المسائل الهامة نقدا وإبراما، فدهش القمي لغزارة علم رفيقه القديم الذي لم يعهد منه تلك الدقة الفائقة. وبذلك لم يجد بدا من أن يسأله عما أوصله إلى ذلك المقام المحمود، فأجابه بحر العلوم بأن المسألة سرا من الأسرار، إلا إنني سأبيحه لك شريطة أن يبقى طي الكتمان ما دمت حيا. وبعد موافقة القمي قال بحر العلوم: كيف لا أكون كذلك وقد ضمني الإمام المهدي المنتظر روحي له الفداء في مسجد الكوفة إلى صدره. الشيخ محمد باقر محمد البهبهاني الملقب بالوحيد ولد في أصفهان عام 1116 للهجرة، وهاجر إلى بهبهان ثم إلى النجف الأشرف ثم عاد إلى بهبهان وبقي فيها 30 عاما، ثم غادرها إلى النجف عام 1159 للهجرة وبقي فيها مدة، ثم انتقل إلى كربلاء المقدسة سنة 1160 للهجرة واستقر فيها وشرع فيها في التدريس والمباحثة والتأليف. وازدهرت الحوزة في زمانه وانتشرت المدرسة الأصولية في كربلاء. توفي عام 1305 للهجرة ودفن في الحائر الحسيني مما يلي أرجل الشهداء، وترك قرابة 60 كتابا ورسالة. وبذلك مشاهدينا نختتم وإياكم هذه الحلقة من برنامج قصة وعبرة، إلى اللقاء.